في إطار تفعيل دور الفن التشكيلي لتدعيم العلاقات الثقافية والإنسانية بين الشعوب عامة والفنانين خاصة، تأتي الدورة الثالثة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، هذا الوليد الجميل الذي نتمنى له الاستمرار والتطور. القاعة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي هي القاعة الكبرى في قصر الأمير طاز، ودي بتضم مجموعة من الأعمال الفن التشكيلي للدورة الثانية لملتقى الأقصر. بتضم أعمال 29 فنان من مختلف أنحاء العالم، مجموعة منهم من العرب، مجموعة من أوروبا، مجموعة من روسيا ومن أمريكا اللاتينية. الفنانين بيجوا بيقيموا في مراسم الأقصر مدة الاستضافة، وبيخرجوا بأعمال فنية بتكون ملك لصندوق التنمية الثقافية، بتبين الطابع المصري وطابع مدينة الأقصر وفي عيون مختلف الدول. فهنلاقي عندنا حوالي 29 عمل فني، وفي أعمال مكررة لبعض الفنانين بتوصل حوالي 112 عمل فني كان نتاج الملتقى الثاني للأقصر. الأعمال كلها لها طابع شعبي بالإضافة لطابع الفرعوني اللي بتتميز به مدينة الأقصر. الأعمال كانت نتاج الإقامة الكاملة اللي بيقوم بها صندوق التنمية الثقافية من خلال استضافته للفنانين في المراسم المخصصة للأقصر، وده مشروع خاص بصندوق التنمية الثقافية لإحياء مراسم الأقصر اللي كانت فكرتها قائمة من الستينات وجددت في خلال السنوات الماضية، وهيتم الانتهاء من إقامة المراسم بدعم من صندوق التنمية الثقافية بحيث أن يكون نشاط سنوي. الملتقى الثالث انتهى خلال الأسبوع الماضي، وإن شاء الله في خلال الأسبوع اللي بعد القادم هيبقى فيه المعرض الخاص بالملتقى الثالث. في رحاب مدينة شامخة مثل مدينة الأقصر وبين معابد تدل على عبقرية المصري القديم، يتطور ملتقى الأقصر الدولي لفن التصوير عاما بعد عام ليصبح بحق تجمعا دوليا لمبدعين قدموا من ثقافات مختلفة، يطلقون لخيالهم العنان ويحفزهم على ذلك جو مفعم بالحضارة الخالدة. إنجي خالد، لنهارك سعيد.